سي محمد قبوش تيقول لك هذاك الطوب احسن صحفي. لا خويا، ما صحفي ما والو، انا لا اتبلى ولا اتطاول على مهنه ينظمها القانون، انا لست بصحفي، انا فقط محب ديال فريق الرجاء البيضاوي، عندي حب لهذه المهنه وي ديال الصحافه، ولكن لا امتلك ادوات الصحافه، فقط احاول ان اوصل صوتي من خلال صفحاتي ومن خلال قناتي فقط. لهذا خصني نوضح هذه المساله، وتحيه لك على كل حال، كنشكرك اخويا. سي حبيب زاهد قال لك سلام استاذ نسيك، هناك ما استاذ مولا اخويا غير مواطن عادي، هناك اخبار ان المكتب الزوين باغيين يبيعوا الوردي للدحيل القطري. اللي كاين اخويا بالنسبه للوردي هو انه الوردي، تحيه السي ماريو، بالنسبه للوردي حاله الوردي ولا العقد ديالو معروف، غيسالي في 30/6، يعني بقات ليه شهرين في العقد، غيمشي بحاله غيولي حر، ويمكن ليه من دابا يسيني العقد مع اي فرقه من جونفيك، ممكن انه يسيني مع اي فرقه. اللي واقع هو ان الوردي كتعرفوا ظروف الاصابه، كان كيتواجد في قطر في السبيطار باش كيتعالج من ديك العمليه اللي دار، العمليه الجراحيه. فبطبيعه الحال حنا كنعرفوا بانه ماشي هو، راه سبقوا الحفيظي، راه كلهم هذو العابه اللي كانوا كيدبروا على راسهم، راه حتى بن حليب راه كان تما، راه كان كيدبر على راسه، ابو طيب كان كيدبر على راسه، كاع اللي مشاو للاسبيطار كذابين كذاب، كلهم كيتلاقاو مع السماسريه في قطر وكيبغيو يدبروا على راسهم، ولكن اللي عنده راه عنده، واللي ما عندوش راه ما غاديش يلعب ولا ما غيديهوش قطر، فهمتي؟ دونك الوردي كيقلب على راسه، ولا يكذب عليكم كذاب. انما اللي كاين عنده عروض، عنده عرض من قطر، انما هو يعني المكتب المسير باغي يدير ديك اللعبه ديال انه يجدد معاه وعادي يطلقوا، عادي يطلقوا واحد المده ديال اعاره واحد العام او عامين، عام قابل للتجديد ويبقى يجدوه. فحتى الفرق الخليجيه ما بقاش كتيق في البرودوي ماروكان، شكون واضحين؟ راه الا شتي اللاعبين اللي ناجحين لا في السعوديه ولا في الامارات ولا في قطر، غتلقاهم على رؤوس الاصابع، غتلقى تلقى الجزائريين وغتلقى التوانسه اكثر منا. علاش؟ لانه هادشي راه ماشي جديد، هادشي راه ضعف التكوين في المغرب، راه التكوين في المغرب في اندحان مستمر، وملي كيضعف التكوين كيعطيك دي برودوي وتيعطيك لعابه اللي ماشي بيان فيني سو كي في، ملي كيمشي يحترف غير على مستوى الخليج كيلقى واحد الضعف، وتيلقى واحد كيلقى الناس هربانين عليه في النيفو في الريتم. هذا علاش اللعابه ديالنا كتشوفوا عدد اللاعبين، شوفوا غير في الموسم اللي فات، ياك مشى الحفيظي، ياك مشى معاه سميتو هذاك الولد اللي هو كان في الفتح اللي هو ولد الراجا، مشاو بجوج، راه غادي يرجعوا. شتي شي فرقه سولات معاهم تفاوضات معاهم؟ لا. كذلك عدد اللعابه، احداد براسو راه كان في مصر رجع، اتفق في الخليج ما بغاتو، راه كاين بزاف د اللعابه بزاف كيرجعوا، لانه المستوى ناقص ناقص، والناس اللي محترفين اللي عندهم اجانب قويين على اللعابه المغاربه. دونك ولاو دابا عاقوا المسيين ديال رجب الخاديه، تيقول لي اش غادير؟ شوف انا غتمشي تقدر ما تعجبهمش وترجع، والله الا من دابا نديرو ديك لوبسيون، جدد معانا ونديرو لوبسيون دو بري، وها انت الا ما كانش حاجه رجع لفرقتك مرحبا بك. ربما هادشي اللي كيروج وهادشي اللي كيحاولوا انه يوصلوا معاه، الا اتفق معاهم ما اتفقش معاهم راه غادي يمشي بحاله، راه غيمشي حر. وتنظن ان اللاعبين اللي كيديروا هاد الفورمول هادي راه كيديروها غير على وجه الجمهور، ماشي على وجه المسيرين، على وجه الجمهور، لان اللعاب ملي كيسمعوا الجمهور بعد الجمهور رافض فكره انه يمشي، معروف هذه القضيه، ومنهم الوردي. اذا هو خصو يخلي علاقه طيبه مع الجمهور باش يخليها اش غيدير؟ تيقول اذا مشيت وانا مجدد مع الفرقه وغادي غير بريتي، الجمهور غادي يدوزها شويه باش غير ما الماء، ماشي بحال اذا قلت للجمهور الله يعاونكم باي باي لعبت معكم تسايت العقد وسير الله يعاونكم، هنا الجمهور غادي يكفر عليه وغيبقى يسمع سبان، وهو ما باغيش، باغي يمشي هاني. تنظن انا هذا هو التوجه اللي كيكون عند اللاعبين اللي كيمشيو من الرجاء. سي زيكو زيكو كيقول اللاعبين بدنيا ناقصين، رجوع التونسي بن ونيس اليوم قبل الغد، فينا هما؟ لا يقلبوا لك بن ونيس، فينا هما؟ فينا هما؟ السي رشيد خربوش تيقول لك كون غير انيس مقلوب تفاهموا معاه وعطوه 200 مليون ويبعد على الرجاء. يا ريت اخويا، يعني اش يكون يبغي 200 مليون؟ والله تنكون انا من الناس اللي غادي حمله على الجمهور ونجمعوها ليه. الجماهير الرجاويه غير ما يبقاش يشوفوه في الوزيز، بغيت يجمعوها ليه، بغيت يجمعوها ليه، لان فعلا فعلا ما بقى عنده ما يزيد لا اليوم ولا غدا. واحد السيد ودادي مشاغب تيقول لك بو طويل
مرابط وخفيفي، وقعوا عقد مبدئي مع الوداد. انا نفسر لك اخويا المشاري، العقد المبدئي غير ممنوع في القانون، غير ممنوع. المبدا لا باز اللي بغينا نضمعك عليها هي ان فريق الوداد ممنوع من الانتدابات، هذه انطلاقه بها وبقرار من الفيفا. والفيفا كانت عطات واحد الاجال، كتقول لك في واحد الاجال محدد ربما واش 60 يوم، الا ما خلصتيش دوك النزاعات في مره راك غتمنع رسميا وبصفه دائمه. واش فهمتي دابا كيفاش؟ الى ان تتوفر ظروف جديده لرفع ذلك المنع. دابا داز ديك المده راه باقي النزاعات ما تخلصوش، ها باش تعرف هذه القضيه. اذا الفريق ما كاينش عقد مبدئي، لان نزيد واحد القضيه، نعطيك واحد المثال. لو ان لنفرض جدلا، لو انه الوداد خلصات النزاعات وتحل المشكل، اول حاجه اش غدير؟ شنو هي سينات عقد مبدئي مع واحد اللاعب؟ شي واخا يكون سو كونطرا، وبالاحرى انه يكون لاعب ديال الغريم، لانه تيبغي يقليو السم للغريم ديالو. اول حاجه غيديروها هي غيصوروه معاهم في لونطين، ماشي بالتوني لانه ممنوع قانونا، ولكن على الاقل غيتصور انه واقف مع رئيس ديال الوداد، واقف كيتفرج شي ماتش او دار زياره للمركب، شي هادي يكون على يقين، وغادي يكسبوا بها الويد ديال الجماهير ديالهم، وغادي فهمتي غادي يسرحوا جماهيرهم بداك المعنى. شوفوا لو انه كانت رفعت انتدابات كون على يقين الله ما يعطلونا، وكون على يقين غيدينا. اذا الله يرحم الوالدين، الفريق ممنوع من انتدابات، هذيك مجرد كلام وهضره. ونزيدك واحد القضيه، لو ان بوطويل ولا هبطي كانوا باغيين يمشيو عند الغريم، كلهم مشاو في جونفي راه كانت مفتوحه عليهم الباب، ولكن ما بغاوش، راه عيا فيهم ما يتمنى، ما بغاوش. اذا اشنو كاين دابا؟ واش اللعابه كيتسناو شي راي جديد اللي غيتوقعوا فيه اكثر؟ وبهذه الحاله غادي سيني وديفينسيون مع الرانجر. واش اللعابه عندهم مشاكل مع عميد الفريق في فيستيان؟ واش كتبقى بزاف التساؤلات مطروحه. انما حيد من راسك هذه الفكره بانه ما غيمشيو يسينيو في عقد مبدئي او نسينو عقد مبدئي، هذه راه ما كايناش. ونزيدك واحد القضيه، لو انه يتسرب شي خبر بانه راه سينو عقد مبدئي، يعني الوثيقه تخرج كون على يقين اصحاب الحسنات غادي يوصلوها للفيفا، وغادي تشوف الفيفا شنو غدير، حيت الفيفا اكره حاجه عندها هي تبدا تمرقن عليها، وهي حاكمه عليك وتبدا تمرقن عليها.